هل سألت نفسك يوم إيش شكل الكوكب اللي نعيش عليه؟ عبر آلاف السنين تداخلت الأساطير مع الفلسفة، وكل واحد يعطي نظرية تناسب هواه عن كيف شكل الأرض. لكن وسط كل هذه النظريات ظهر علماء أثبتوا بأدلة علمية أن الأرض كروية، لكن بقيت فئة معاندة من الناس متيقنة أن الأرض مسطحة وما يصدقوك مهما أعطيتهم أدلة. في هذه الحلقة راح نكشف لكم رحلة الصراع بين الأدلة العلمية والهبد الخاص بأولئك البشر، وراح نثبت ليش الأرض مستحيل تكون مسطحة. الأرض، الكوكب الذي عاش فيه بنو آدم منذ آلاف السنين وحملهم الفضول على محاولة معرفة شكلها. كعادة البشر يحبوا الفلسفة وإضافة التوابل على كل شيء، فبعض منهم من قال أن الأرض مسطحة لأنها ظاهرة أمامهم بشكل ممدود، يعني تفكير منطقي. لكن البعض الآخر وهم الهنود القدماء وأكيد كانوا ضاربين شيء في تلك الأيام، الأرض مسطحة ومرفوعة بواسطة عدة أفيال عشان ما تسقط إلى الأسفل. ها؟ طيب والأفيال ممكن تسقط طافين؟ يا حبيبي أصلا أنت ما تعرف أن هذه الأفيال موضوعة فوق صدفة سلحفاة تقدر تتحمل ثقل الأرض والأفيال. طيب يا عيال الذين والسلحفاة واقفة على إيش؟ ولا السلحفاة الهندية ممكن تطير؟ I believe I can fly. I believe I can touch the sky. يا أخي أنت كل ما نعطيك معلومة تجلس تجادل، أنت ما تريد تتعلم، اطلع برا، اطلع برا. بقي الناس على نفس الوضع إلى سنة 500 قبل الميلاد، لما لاحظ العالم اليوناني فيثاغورس أن الشمس والقمر شكلهما كروي، فقال أكيد إن الأرض كذلك شكلها كروي، ورس أول بذرة في معرفة هذه الحقيقة. وكان كلما يطلع فيلسوف يوناني جديد يسند هذه النظرية ويأيدها، حتى جاء شخص اسمه إيراتوستينيس طلع كم مقدار محيط الكرة الأرضية. هذا الفيلسوف يا أوادم سمع أنه في يوم 21 يونيو ينعدم الظل تماما في مدينة أسوان المصرية في وقت الظهيرة، وهذا لأن الشمس تكون متعامدة تماما على المدينة في هذا الوقت. ففكر وقال إذا كانت الأرض فعلا مسطحة فلازم نفس هذه الظاهرة تظهر في مدينة الإسكندرية، لأن أسوان والإسكندرية تقعان على نفس خط الطول في الخريطة ولهما نفس التوقيت. فراح للإسكندرية في ظهر 21 يونيو، أخذ العصا ووضعها باستقامة، وهنا كانت المفاجأة. العصا طلع لها ظل بزاوية 7.2 درجة. الظل هذا يا أوادم من أقوى الأدلة على كروية الأرض. ليش يا إيراتوستينيس؟ لأنه إذا كان لا يوجد ظل في أسوان بسبب أن الشمس فوقنا تماما، وفي الإسكندرية يوجد ظل، هذا يعني أن الأرض كروية ومقدار انحنائها يساوي 7.2 درجة للمسافة اللي بين أسوان والإسكندرية. قدر يطلع كذلك محيط الأرض بسبب هذه المعلومة البسيطة، فلأن الأرض كروية فمحيطها يقابل 360 درجة، والمسافة اللي بين أسوان والإسكندرية واللي تقدر ب 800 كيلومتر تقابل 7.2 درجة، هذه زاوية ميل ظل العصا. ولأن الرقم 360 عبارة عن 50 ضعف الرقم 7.2، هذا يعني أن محيط الأرض يساوي 50 ضعف 800 كيلومتر، يعني يساوي 40,000 كيلومتر. وبهذا كان إيراتوستينيس أول شخص يطلع مقدار محيط الأرض. بس بعد كل هذه الإثباتات الرياضية، المسطحين قالوا كلام هذا ممكن لو كانت الشمس كبيرة وبعيدة عن الأرض، بس في الحقيقة الشمس قريبة منا جدا وصغيرة الحجم، وفي يوم 21 يونيو تكون فوق أسوان تماما، وهذا يجعل أشعتها مائلة على الإسكندرية، مما يؤدي أنه يتكون ظل. يعني إثبت أولا أن الشمس بعيدة وإلا كلامك باطل. لما عجز إيراتوستينيس عن ذلك، جاء عالم رياضيات اسمه أرسترخص اللي ما يسترخصش وقال لا يجبو آنيكي ويسندي كونو باكدومو واتاشي نيم ماكاسيتي كوداساي.
كان أرسترخاس مصمم إنه يثبت إن الشمس بعيدة عشان ما يبقى أي مجال للشك إنه الأرض كروية. طبعاً يا أوادم أنا أعتبره أول هاكر في التاريخ بسبب الطريقة الرهيبة اللي من خلالها اكتشف إنه الشمس بعيدة جداً. في ذاك الزمان كان الفلكيين يعرفوا أن كسوف الشمس يحصل بسبب أن القمر يكون بين الأرض والشمس في غطي شعاع الشمس أو جزء منه. أما كسوف القمر يحصل لأن الأرض تكون بين القمر والشمس، فظل الأرض يقوم بحجب شعاع الشمس عن القمر فيحصل الكسوف. فأرسترخس قال أولاً لأن القمر بيننا وبين الشمس هذا يعني أن القمر أقرب لنا من الشمس، ثانياً لأن الخسوف يحصل بسبب أن الأرض تغطي القمر يعني أكيد الأرض أكبر من القمر. وبعدين قام هذا الهكر ابن الهكر بعمل حسابات دقيقة جداً فقط بواسطة عملة معدنية وعلم المثلثات، طلع أن الشمس تبعد عنا بمقدار 4 مليون كيلومتر. طبعا المسافة الحقيقية بيننا وبين الشمس هي 150 مليون كيلومتر يا أوادم، بس الفكرة هنا انه في كلتا الحالتين الشمس بعيدة جدا عن الارض، ومن المستحيل انه تكون الارض مسطحة وفي اسوان لا يوجد ظل وفي الاسكندرية يوجد ظل، يعني كلام إيراتوستينيس تم إثباته. من ذيك اللحظة بدأ المسطحون بالاختفاء تدريجيا إلى أن انقرضوا تماما. لكن 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 بعد 2000 سنة ظهر شخص راسه ناشف وعنده ثقة بالنفس، لو ربي رزقنا نصها سوف أحكم العالم، صامويل روبوتام، العاهل البريطاني اللي أخذ الكلام العلمي البحث لعلماء اليونان ورماه بأقرب جبالة. ألف كتاب كامل يقول فيه أن الأرض عبارة عن قرص مسطح والشمس والقمر فوقنا بمسافة 4000 كيلومتر فقط، ويدور حول هذا القرص الأرضي مما يسبب الليل والنهار. أيوة يا عم صامويل اديله، بس ما هو دليلك على ذلك يا عم صامويل؟ ها؟ دليلي على ذلك الإنجيل يقول أن الأرض مسطحة يا كفرة، بس أنا راح أثبت لكم هذا الكلام علميا. صامويل أخذ منظار وظل يراقب راية مربوطة فوق قارب، خلى القارب يمشي مسافة على طول البحر، شاف إن الراية ما نزلت ولا ملي للأسفل، يعني أكيد الأرض مسطحة، ولو كانت كروية فبسبب الانحناء الخاص بها بنلاحظ إنه القارب ينزل للأسفل مع مرور الوقت. الله محيي أصلك يا عم صامويل. أيوة كده بقى، دلعني بالتجارب العلمية. الله يديم فرحتك عزيزي أبو وجه مسطح، بس اللي ما تعرفه إن هذه التجربة فاشلة، لأنه صامويل هذا ما كان فاهم فيزياء، ما حسب حساب انكسار الضوء. انكسار الضوء هذا يا أوادم يخليك تشوف الأشياء بمكان منحرف قليلاً عن مكانها الحقيقي. كعادة الكرويين ضروري دائماً يطلعوا يمسخروا المسطحين ويهزأوهم. طلع عالم اسمه ألفريد والاس قال أنا راح أثبت إنه كلام صامويل كله هبد. أعاد تجربة صامويل بأدوات دقيقة جداً، راقب القارب من مسافة أبعد وحسب حساب الانكسار الضوئي، والنتيجة كانت يا عزيزي إن القارب والراية عليه ظلوا ينزلوا بالتدريج. ومش كذا وبس، قام الكرويين المؤيدين لألفريد والاس بدعوة صامويل وأتباعه إلى مدينة اسمها بيلموث. مقابل شاطئ هذه المدينة يوجد منارة تبعد 23 كيلومتر، ظلوا يقربوها بالمنظار يقربوها، وهنا كانت المفاجأة، ربع المنارة فقط هو الذي ظهر وبقية المنارة مختفين بسبب انحناء الأرض. صامويل الطافي رفض التجربة تماما وحلف إنهم كذابين وهاجر المدينة وهو محبط، لدرجة يا أوادم إنه قرر يبطل يتكلم عن الأرض هل هي كروية أم مسطحة. أول ما رجع على بلاده بدأ يدعي إنه طبيب صنع أدوية من الفسفور، وكان يقول إن هذه الأدوية تزيد في العمر تعالج أي مرض مستعصي، عشان الناس تصدق كان يخلي أولاده يشربوا من هذه الأدوية. تخيلوا كان مخلف 15 طفل، 11 واحد منهم مات بسبب الأدوية. يعني الأول شرب فمات، بعدين الثاني مات، واللي بعده واللي بعده إلى رقم 11. صامويل قال يا أخي يمكن يموتوا بسبب الدواء. المهم بعد ما ماتوا ناس كثير قرر يقدم استقالته من مهنة الطب، لكنه ظهر مرة أخرى وادعى إنه كيميائي، ومرة يظهر وادعي إنه مخترع، وكل مرة يظهر بصورة والناس يصدقوه ويدفعوا أموال طائلة مقابل إنهم يحضروا محاضرة من محاضراته. يعني بالمختصر صامويل روبوثام كان أكبر دجال ونصاب وهمه الوحيد المال، ما أحيا فكرة الأرض المسطحة إلا عشان يشتهر
ويجيب أكبر كمية من الأموال. لكن بعد كل هذه الفضائح ظل كثير من الناس مؤمنين بتسطح الأرض، بل عندما يلاقوا أي أفكار غير منطقية عندهم يحاولوا يجيبوا أي تفسير ولو بغير إثبات علمي. يعني ممكن يفسروا ظاهرة من الظواهر الطبيعية، لكن هذا التفسير يؤدي إلى أنه لا يمكن لبقية الظواهر الطبيعية إنها تحدث، وقاموا بإنكار حقائق علمية وفيزيائية مشاهدة انبنت على هذه القوانين كثير من القوانين الأخرى وكثير من الآلات وغيرها. فمثلا العالم الكبير إسحاق نيوتن وضح للعالم إنه ربي خلق شيء اسمه جاذبية تقوم بسحب الأشياء نحو الأرض وهي موجودة في مركز الكرة الأرضية. فبناء على هذا الكلام أكيد إنه الأرض كروية، لأننا في كل نقطة من هذه الكرة ننجذب إلى مركز الكرة الأرضية اللي هو نواة الأرض. يعني من المستحيل تكون الأرض مسطحة، لأنه بحسب خريطة الأرض المسطحة مركز الأرض المسطحة هو القطب الشمالي. إذن الجاذبية لازم تكون باتجاه القطب الشمالي، يعني إذا تحركت بعكس اتجاه القطب الشمالي بتحس كأنك تتسلق جبل وبتحس بقوة سحبك من الخلف، وهذا مخالف تماما للواقع اللي نعيشه. المسطحين لأنهم أهل أصول ما يرجعوك بدون ما يعطوك تفسير حتى ولو من الكيس، فقالوا بكل بساطة ما في شيء اسمه جاذبية. What the shit؟ الجاذبية اللي انبنت عليها قوانين المقذوفات والصواريخ ما اخترعوها إلا بناء عليها، تقول لي غير موجودة؟ لا 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 لا، يعني الآن أنتم تنكرون واقعا مشاهدا. طيب لو ما في جاذبية كيف الأشياء تقع إلى الأسفل؟ قال لك يا حبيبي أكيد إن الأرض هي اللي تطلع إلى الأعلى وليس الأشياء تنزل إلى الأسفل. الأرض تسير بعجلة ثابتة باتجاه الأعلى بحيث تزيد سرعتها في الثانية الواحدة بمقدار 10 متر لكل ثانية، وبسبب هذا الشيء نحن نظن أن الأشياء تسقط إلى الأسفل، لكن في الحقيقة الأرض هي التي تصعد إلى الأعلى. لكن هذا مستحيل يا عزيزي المسطح المفلطح، لأنه لو كانت الأرض تزداد سرعتها 10 متر في الثانية لكل ثانية فأكيد أنه بعد فترة سرعتها راح تتجاوز سرعة الضوء، وهذا مستحيل لأنه طبعا ما في شيء أسرع من الضوء إلا تمكن الإنسان من السفر عبر الزمن. بس المسطحين قالوا ومن قال في الأصل أن هناك شيئا اسمه سرعة الضوء؟ يعني أنكروا أم الفيزياء كامل، ولا كأنه في برق ورعد وتشوف البرق قبل ما تسمع الرعد، ويعني حسبي الله ونعم الوكيل. المهم لما شافوا إنه ردهم هذا ما يقنع حتى بهيمة قالوا يا أخي ما في جاذبية بس في شيء اسمه كثافة، يعني الشيء اللي كثافته أكبر ينزل لتحت والشيء اللي كثافته أقل يطلع لفوق زي الماء والزيت. بس اللي ما يعرفوه أصحاب الرؤوس المسطحة إنه الكثافة ما تتولد إلا بالسبب الرئيسي اللي هو الجاذبية. في الفضاء اللي ما فيه جاذبية تختفي هذه الظاهرة تماما، يعني الجاذبية هي السبب اللي يخلي الأشياء الأقل كثافة تبقى فوق والأشياء الأكثر كثافة تنزل لتحت. بس كيف تقنع المسطح؟ كذلك ما معهم أي تفسير منطقي عن كيفية حدوث الكسوف الخسوف، وكما قلنا إن الكسوف يحصل بسبب أن القمر يغطي قرص الشمس عن الأرض، والخسوف يحصل بسبب أن ظل الأرض يغطي ضوء الشمس عن القمر. المسطح قال لك أيها الزنادقة هو كل حاجة تفسرها زي ما تريدوا، الشمس والقمر أصلا أجسام شفافة، ولما يحصل الكسوف القمر في ذيك اللحظة يكون متداخل مع الشمس فنور الشمس يظل خافت إلى أن ينتهي هذا التداخل. وكالعادة أوادم المسطح الطافي تجاهل إنه لو فعلا حصل هذا الشيء فسكان الأرض اللي عندهم نهار كلهم بيظهر عندهم الكسوف، وبيكون عندهم كسوف كلي مش فقط جزئي، وهذا مخالف للواقع. ففي الواقع يا أوادم في مناطق يكون عندها الكسوف كلي، في نفس الوقت مناطق يكون عندها كسوف جزئي، وبعض المناطق الأخرى ما يكون عندها كسوف من الأساس. يعني تفسير بني مسطوح باطل. خلاص أخي في جسم صغير يعدي من أمام الشمس ويسبب الكسوف، سهلة. طيب أين هذا الجسم وكيف شكل هذا الجسم؟ الله أعلم. المهم يجيبوا لك أي كلام ما يخلوك تروح فاضي وترجع تقول آه الأرض كروية. ك-
كذلك مما يثبت انه ما يكون الارض مسطحة الا محشش انه في النصف الجنوبي من الارض خاصة اقصى الجنوب الناس تشوف مجرات ومجموعات شمسية غير اللي يشوفوها الساكنين في النصف الشمالي من الكرة الارضية كذلك بيشوف القمر عكس ما يشوفوه اهل الشمال وكأنه مقلوب هذه الظاهرة يا اوادم تتفسر بكل بساطة في نموذج الارض الكروية لانه اللي واقف بالجنوب دائما يكون بوضع معاكس للي واقف بالشمال لكن بسبب الجاذبية اللي تجذبه نحو مركز الأرض يحس الوضع طبيعي ولأنهم مقلوبين فأكيد بيشوفوا القمر مقلوب عن أهل الشمال كذلك المجموعات الشمسية والنجوم اللي تقابلهم ثانية عن اللي تقابل أهل الشمال عشان كذا يشوفوا نجوم ومجموعات مختلفة أما الطوحي نور حياتي يقول لك السماء عبارة عن قبة هذه القبة فيها أنوار صغيرة وهي التي تسمى النجوم ولأنها قبة فأكيد الأشخاص اللي قريبين من أحد أطراف هذه القبة بيشاهدوا نجوم غير اللي يشاهدوها القريبين من الطرف الآخر والأغبياء ما عرفوا أنهم كذا ينقضوا خريطة الأرض المسطحة لأنه في واقعنا يا أوادم تشيلي وأستراليا شاهدوا نفس النجوم ونفس المجموعات الشمسية لأنهما يقعان في النصف الجنوبي من الأرض بس بخريطة الأرض المسطحة تشيلي تقع في أحد الأطراف وأستراليا تقع في الطرف المقابل يعني بحسب تفسيرهم السابق ضروري كل واحدة منهم تشوف نجوم مختلفة عن الأخرى يعني تفسيراتهم باطلة ومن الكيس أما من ناحية ليش القمر في الجنوب معكوس عن القمر في الشمال قالوا يا عمي امشي من هنا الله يسهل لك هو بكل حاجة عاوزين دليل يلا من هنا يا كفرة مستحيل تقنع مسطح شبك نفس المقطع وإن لم تفعل فعلم أن الجسم المجهول قد منعك لوغي